جاتو حيمه هنا دراتها بقات تشوفها شي وحال حتى كي دايره. اللي في قلبو الرحمه الله يجازيه بخير اعتقد السيده. انا بغيت شي محسن يعاوني على بنتي، راه مريضه ما عندي باش ناسيها. كنوجه نداء المحسنين. البلاصه اللي كنتواجدوا فيها فين؟ قناه الناخيل المحمديه. المحمديه الرقم ديالكم شحال؟ الرقم 4 ب 5. اذا شرحي لنا المشكل اللي عندك. بنتي مريضه عندها واحد ديالها. عندها واحد التوحيمه هنا دراتها ديتها لسبيطار مولاي عبد الله، ما داروا معايا والو. عقب الناس داروا معايا ما قبلوهاش، جمعوا الناس داوها داروا لها السكانير على برا في هذا في كلينيك، ديناها ثاني هذا الميريزكو درنا لها السكانير. ها هي وها هي باقا تشوفها شي وحال حتى كي دايره. دابا شنو اللي عندها بالضبط؟ اللي عندها بالضبط؟ لحد غدا وهي تتنفخ ليها. اييه واعطيها الصداع تتقدش تنوض. ما كتقدرش تنوض؟ لا ما كتقدرش تنوض. هي كتقرا ولا شنو؟ لا مجوجه. مجوجه؟ اه والده بنيه. ولو كيدايره الحاله ديالكم الحاله المعيشيه؟ اه انت تتشوف ما حال ما خزيناش ما عندناش ما ضرقناش. انا عسى تتقطع قدامي وانا انا تنقطع حداها. وراجلها راه ما عندوش هو ما في حالو شارع الساس، هذاك الشيء اللي لقتو تياكلو. راه الغالب الله راه ما عندي باش ناتيها. جاني مع العيد وجاني ازمه ما عنديش، راه العيد تيشريو لي غير الناس. راه تيلقتو الناس تيشريو لي. انا وحده من الجيران ديال هاد السيده، الله يجازيكم بالخير المحسنين. اللي في قلبو الرحمه الله يجازيه بخير اعتق هاد السيده، حيت هاد الحاله ما خاصهاش تبقى نعسه في الدار، خاصها كلينيك وخاصها مراقبه وخاصها الدواء، ما عندها حتى شي دواء اللي كتستعمل. الام ديالها اللي غاده تراقبها كتمشي الصباح كتخدم في الديور كتجي في العشيه، البنت كتضل بالجوع، ما عندها لا دواء لا حتى شي حاجه. مولاي عبد الله ما شدوهاش، المحسنين داروا اللي عليهم، داروا لها سكانير وهي كتسنط الحكم الله. فهاد العواشر الله يجازيكم بخير، اللي قدر باش ياتيها ياتيها، الله يرحم لكم الوالدين. تنمشي نخدم وهي تدالها بوحدها تتلقى تفكر وتاثر عليها هاد الشيء، زعما راه ما الله يجازيكم بخير. كنوجه نداء المحسنين والجيران هما اللي واقفين معايا الله يجازيهم بخير، وماما هي اللي واقفه معايا. 07 00 42 27 88. رقم التليفون اللي غيتصلوا بيا هذا هو الرقم ديالي. العنوان السعاده اقامه ناخيل ب 5 في 4.